الرحيم، السلام عليكم اخوان. بدي بس اشوفكم. جنطة اشتريتها من هيرينج شوز. انا اشتريت كثير من الجنط، وطبعا كل جنطة ورا فترة تصير شوية تعبانة ونوعيات كلها رديئة. فقررت ان اشتري من هيرينج شوز، وانا اتعامل وياهم من تقريبا 7 سنين 8 سنين اشتري احذية من عندهم. فما ادري، فكرت الفكرة الحقيقة لزوجتي، قالت لي ليش ما تشتري منهم جنطة؟ فاشتريت هاي الجنطة من عندهم، أريد أشوفكم إياها. استلمتها قبل شوية، راح نفتحها سوا أريدكم تشوفوها. اللي جاي يصور المساعد الطيار مالتي، هي الأفكار إلها دائما التنفيذ إلي. شوي نصور من فوق. بسم الله، تتحط شركة هيرينج، شركة محترمة تعمل يوهم من فترة طويلة، توقيتاتهم مضبوطة. اشتريت يوم الخميس واليوم سبت. مساعد الطيار يريد يطلع اسم الشركة. اليوم سبت، الحمد لله وصلت الصبح الساعة 10:30. هاي الجنطة شي ريحة الجلد مالتها تخبل. شي تحفة فنية هاي الجنطة. شي كلش حلو، حتى تقارنوها تشوفون حجمها، لان انا من اشتريتها ظلت قلق بالنسبة للحجم، ما عرفت اقدر الحجم. الصورة اللي حاطينها بدون، يعني ما تقدر تشوف حجمها بالنسبة للإنسان ايش قد. فهذا الحجم مالتها، هاي ايدي، شوفوا تقارن حجمها، شوية كبيرة يعني، يعني اكثر مما انا كنت اتوقع، بس يعني تفي بالغرض. المهم شيء اصلي، شيء مضبوط، جلد طبيعي زين. بس نفتحها، هذا غلاف ورقة زين، فيها طباقات من هنا. شغل عدل، بس هاي شوية كبيرة لأن حاطين بها هاي الأشياء حتى تنفخها، حتى لا تتطعج وتتخربط يعني بالنقل. تلقى واحد يقدر يطلع يطلعهن بعدين. هاي الجنطة زين، بها هذا الجيوب الخارجية. اريد اشوف بس اشوفكم الجيوب الداخلية، هم ما طالعة بالصور عندهم هناك. اشوفكم الجيوب الداخلية وينهن. ممتاز، شوف عندنا هذا السير مالتها اللي تشيلها على كتفك زين. تعال بس هنا مساعد الطيار، شوف الجيوب هاي ما نطلعها هم بالصور مالتهم، للتليفون، للهويات، للأقلام، هم كاتبينها بس ما مطلعينها بالصور مالتهم. جاي تشوفين، خلينا نجيب على الضوء والله شوي، شوفوا حتى تشوفوها. اي شوف بها كثير الجيوب بحيث تؤدي الغرض المطلوب من عندها. مساعد الطيار هو مسؤول على الاخراج، سد البرده. زين نطلع هاي. هذا هو، هذا اللي تشوف، هذا الجيب هنا شغل عدل يعني. وهذه مال الحماية هنا موجودة، هذا تحط اللابتوب أو التابلت مالتك هنا. ما شاء الله يعني شغلة ممتازة، شغل عدل عمي، شغل الإنجليز، هذا شغل عدل. عشت إيديهم. يلا هاي، شكرا جزيلا، وأتمنى لكم يوم سعيد.